تعتبر آلة الكمان الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم. لهذا لن نتفاجأ بأن يتم تخصيص يوم عالمي لها، ابتداء من الموسيقى الكلاسيكية الغربية والهندية إلى موسيقى الجاز. لا يمكن أن نتصورها اليوم من دون الكمان، وهذا هو السبب في وجود يوم عالمي للكمان للاحتفال به. وبمناسبة هذا اليوم نعرض لكم أفضل عازفي الكمان على الإطلاق، أندري ريو، وهو أشهر عازفي الكمان في العالم. يعتبر أندري ريو عازفاً فذاً أسطورياً ومعروفاً بمهارته المنقطعة النظير. ينتمي لعائلة موسيقية مهمة، وقد بدأ عزف الكمان وهو في 5 من عمره. حصل على عدة أوسمة وجوائز دولية نالها عن جدارة واستحقاق. صوفي موتر، وتعتبر محترفة في العزف على آلة الكمان. وظفت خبرتها في رعاية العازفي الصغار وساندتهم. ومن بين الذين تبنتهم ووقفت بجانبهم عازف التشيلو ميكس ميليان، الذي أصدر ألبوماً بفضل تشجيعها ودعمها، حتى نال عليها جائزة إيكو للموسيقى الكلاسيكية. منسي، وهو عازف كمان مصري شهير جدا، يتميز بمهارته العالية، وقد تلقى دروس التدريب في عزف على الكمان على يد أستاذ روسي، مما زاد في تفوقه ومهارته في عزف المقطوعات العربية النادرة والتي تأثرت بالموسيقى الأوروبية الكلاسيكية.